بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو متنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. عفوا، ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة دي بتتم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش. لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي تمك أنت بالتحديد. النهاردة معانا جزئية جديدة من الباب الخمستاشر. شوف مع بعضنا نتكلم النهاردة عن البريكولو دي سورباسو، مخاطر التجاوز. ده موضوعنا النهاردة، ازاي نقدر نحل الأسئلة اللي ممكن تجينا على الجزئية الخاصة بمخاطر التجاوز أو البريكولو دي سورباسو. هنحل الأسئلة بكل الأسئلة تبقى فيرو، إلا لو جت معاها كلمة من التلاتة دي تبقى فالسو. بياتسولا سيمبر ديليناتوري، بياتسولا سيمبر ديليناتوري، دول التلات كلمات لو لقيتهم في أي سؤال يبقى فالسو، لو مش موجودين تبقى كل الإجابات تبقى فيرو. يلا مع بعض ندخل ونشوف التلات كلمات دومت هنستعملهم إزاي في حل الأسئلة. أول سؤال أشوف الأول بيتكلم، لازم أدور على كلمة البريكولوزو دي سورباسو. أهي البريكولوزو دي سورباسو أو البريكولوزاتو دي سورباسو. يبقى أنت عايز كلمة إيه؟ عايز عشان تقول فالسو يكون عندك بياتسولا سيمبر ديلناتوري، مش موجودة يبقى فيرو. البريكولوزو أهوت دي سورباسو يبقى هنا هقول له فيرو. تلاتة لابريكولوزاتو دي سورباسو يبقى برضه أقول له فيرو، لأن ما عنديش كلمة بياتسولا ولا سيمبر ولا ديلناتوري تبقى فيرو. أربعة البريكولوزاتو دي سورباسو يبقى أقول له برضه فيرو عشان مش موجودة بياتسولا ولا سيمبر ولا ديلناتوري. خمسة البريكولوزاتو دي سورباسو مخاطر التجاوز يبقى برضه هقول له فيرو لأن مفيش كلمة من الكلمات دي. ستة البريكولوزاتو دي سورباسو مخاطر التجاوز يبقى مفيش عندي كلمة بياتسولا سيمبر ديلناتوري تبقى فيرو. سبعة هنا بيقول لي البريكولوزو دي سورباسو أو مخاطر التجاوز، هنا أدور قلت عشان أقول فالسو لازم يبقى عندي بياتسولا سيمبر ديلناتوري، مش موجودين تبقى فيرو. 8 البريكولوزو دي سورباسو برضه اهوت مخاطر التجاوز يبقى هنا هقول له فيرو عشان مش موجوده بياتسولا ولا سيمبر ولا ديلناتوري. 9 نفس الكلام اهوت مخاطر التجاوز يبقى احنا هنا عندنا الاجابه هقول له فيرو عشان مش موجوده بياتسولا ولا سيمبر ولا ديلناتوري. 10 السورباسو اهوت مخاطر التجاوز يبقى بريكولوزو او بريكولوزاتو يبقى هنا ادور على بياتسولا سيمبر ديلناتوري، لو مش موجودين تبقى الاجابه فيرو. العكس المره دي. 11 دورانتو سورباسو يبقى انا عايز كلمه ايه؟ كلمه بياتسولا سيمبر ديلناتوري، لو موجودين فالسو، مش موجودين تبقى فيرو، يبقى كده فيرو. 12 البريكولوزاتو دي سورباسو طبعا هنا عشان اقول فالسو لازم يكون عندي بياتسولا سيمبر ديلناتوري، مش موجودين تبقى الاجابه فيرو. 13 المخاطر بتاعت التجاوز برضه اهيت السورباسو الاوتوسترادا بويسر موتيفو دينشيدينتي مخاطر التجاوز يبقى نقول له هنا فيرو عشان ما فيش كلمه بياتسولا ولا سيمبر ولا ديناتوري. 14 هنا لا البركوزاتا دي سورباسو مخاطر التجاوز عندي كلمه ديناتوري ادي اول حاجه تبقى فالسو. 15 مخاطر التجاوز كلمه سيمبر فالسو. 16 السورباسو الاوتوسترادا موتيفو دينشيدينتي من اسباب الحوادث او مخاطر الحوادث او مخاطر التجاوز كلمة بياتسولا دي سوستا أو بياتسولا تبقى فالسو. دول الثلاث حالات الوحيدين اللي هيبقوا فالسو وكل الأسئلة هتبقى فيرو. كده احنا حلنا كام سؤال؟ حلينا 16 أسئلة اللي ممكن تجيلي على الجزئية الخاصة للبريكولوزاتو دي سورباسو مخاطر التجاوز أو البريكول دي سورباسو مخاطر التجاوز. كل الأسئلة فيرو ما عدا الثلاث كلمات ده همت لو موجودين يبقوا فالسو، بياتسولا سيمبر ديلناتوري. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، حتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.